هذا الأمام، هذا الخلف. السلام عليكم أحوال المشاهدين، أحوالكم طيبة إن شاء الله، كيف ستشوفوا؟ فاليوم غادي نقدم لكم قندورة اللي غادي تكون إن شاء الله الأمام بالكشكشة أو لفرانس أو البليات، والخلف بدون بليات مع كول في أو كول على شكل سبعة. بسم الله نبدأ. أول شيء غادي نعمل هو أنني نأخذ الطول الكلي، يعني الطول من الكتف لغاية الركبة ولا الأسفل، عندي كامل الاختيار، ولا أقل من الركبة عندي كامل الاختيار. نأخذ الطول الكلي ديال القماش ديالنا، لاحظوا هنا الثوب ديالنا متني عرضيا على اثنان. نخليو القيمه اللي باغي نزيدوها في لي فرونس للامام، هذا زائد من 12 ل 16 حسب. نخدمو في هذا الجزء الصغير، هو الاول نخدمو فيه الخلف، وعاد نمشيو للجزء الاخر. اثنين على اثنان، بداو العمل ديالنا بشكل عادي جدا. نبدا العمل هنا، ندخل هنا 8 سنتيمات خدافيه، تنبغيش انا عنق كبير، 8 سنتيمات داخله فيها قيمه الخياطه، ونعمل خط هنا بهذا الشكل 8 سنتيمات. من هنا لهنا غادي ناخذ 20 سنتيمتر، ومن هنا لهنا ننزل ب 3 سنتيمتر بهذا الشكل، ونلاقي هذا مع هذا بهذا الشكل. ننزل هنا ب 2 سنتيمتر، ممكن انكم تعملوا الكورساج المعتمد عندكم، وندخلوا ب 2 قد شي شويه، قادوا العنق ديال الخلف بهذا الشكل، ثم نزلوا من هنا لهنا بارتفاع الصدر، يعني من الكتف لحالة الصدر، ننزل هنا ب 7 سنتيمتر ب 27 سنتيمتر. لاحظوا مني نزلنا من البدايه، هنا غادي ناخذ 30 سنتيمتر، ننزل هنا بقيمه مقاده 10 سنتيمتر، نقاد حردة الإب ديالي بهذا الشكل، ثم نربط هذا الجزء هذا مع الأسفل، يعني الأسفل ناخذ الوسع بالكامل. للإشارة هذه طاية ان ال اكس ان، كلهم تجيهم رائعة، طيات كبار. غادي تاخذوا طول مضروب في اثنان، هذا الثوب اللي بقى لينا اللي زدنا فيه، نتنيوه على اثنان بهذا الشكل، نوضعو فوق منه هذا الجزء اللي قديناه. لاحظوا نوضعو دائما الامام تيكون اعلى من الخلف بواحد سنتيمتر، ما تنساوهاش باش يجيكم زوين من الاكتاف. ان تراسي الكورساج ديال الخلف، شوفوا الزياده، هنا على بواحد سنتيمتر، وهنا أصغر بواحد سنتيمتر. لاحظوا هنا
الصغر بواحد سنتيمتر، يعني ندخل واحد شوية هنا صافي ونطرو. لاحظوا هاد الكولف في هذا ما تنبداوش منذ البداية ونسطرو، لا تنقطعو تنشدو هاد الخلف هذا ونمددوه بهذا الشكل هذا ونقطعو الأمام. لاحظوا تركيز، نقصنا فيه واحد سنتيمتر عاد قطعنا، زدنا هنا واحد سنتيمتر ديال الكتف ونقطعو على حساب هاد الخلف ماشي على الذي، على الخلف. لاحظوا لاحظوا التقنية. ثم نقدو من هنايا من طبيعة الحال حتى هي نزلو من هنا لهنا 14 سنتيمتر ونوضعو نقطة. لاحظوا حتى الوسط الجديد ونقطعو. الآن نعملو لي فخونس ديالنا أو الكشكشة ديالنا برقم 5.5 في ماكينة الخياطة أو بالإبرة. نحصلو على هذا الجزء هذا، هذه إلا بغيتو تخدمو مباشرة بهذا القماش هذا يعني ككل، أما إلا بغيتو تزيدو هذا الجزء هذا فما عليكم إلا تعملو الخطوات التالية، يعني عاود ما تمشيو بهذا الشكل هذا. انا وريت لكم تاه الطريقه حيت الطلبات جاوني كثارين على هادو بجوج وتيتلفوا فيهم البنات. الان حنا بغينا نخدمو بداك الجزء، يعني ندخلو يعني عاود ما نجيو من هنا ونعملو هذا الاجراء هذا، فحنا غادي ندخلو بواحد القيمه مثلا 8 سنتيمتر داخله فيها قيمه الخياطه ونحد الضوء نقطه هنا وهنا. عود ما ننزلو بهاد 14 سنتيمتر اللي نزلنا بها هنا، فحنا اللي نزلنا بها وعاد مددنا فحنا غادي ننزلو بالقيمة ديال 8 سنتيمتر حتى هنا. كنفهم تنتمنى انني نكون وضحت لكم. نمشيو بشكل عادي ونبداو القطع من هاد الجزء، لان هذا الجزء هذا غادي يمثلوا لينا هذا. نحصلوا على هذا الجزء هذا ونقوموا بخياطه هذا الجزء هذا بشكل جيد لتثبيت كشكشه او لي فرونس. ناخذوا الورق اللاصق هذا الفيزلين هذا الخاص بالخياطه، راكم عارفينه، اللي ما عرفوش اي بائع ادوات الخياطه ممكن انه يعطيه لكم. نحطوا نقطه هنا، نحطو نقطة هنا، نحطو نقطة هنا بهذا الشكل هذا. نمددو هذا الجزء هذا، راكم عارفين شحال نقصنا هنا 8 سنتيمتر، ديك 8 سنتيمتر نديروها هنا. ثم هذا من طبيعة الحال مددناه 8 سنتيمتر، ممكن أننا نشتغلو على الوسط ونتنيو على اثنان ونقطعو. لاحظوا هالنقطة النقطة هاد المسافة هادي هي اللي نطلعو بها هنا نفسها بشكل يعني الوسط. نحطو الفيزلين بهذا الشكل هذا بحيث ان هذا الجزء هذا يكون عمودي على هذا، ونقوم بالاصلاح يعني المكواه. ثم نتنيو هذا الجزء هذا بحيث يكون موازي لهذا الجزء قاد نقوم بخياطة هذا الجزء قبل القطع. نخيطوا هذا الجزء ثبتوهم والآن نقطعوا. نبداو هنا نخليهم من طبيعة الحال واحد سنتيمتر للخياطة، الخياطة
هنا غادي نمشيو غير بصفر فاصلة واحد، يعني اقل ما يكون. هنا نضربو مزيان تنقربو نوصلو، حتى نقربو نوصلو ل نقطة. ناخذ هذا الجزء، هذه النقطه هذه على هذه، نخيطه هنا ثم نخيط هذا الجزء الاخر، بحيث النقطه اللي بديت منها هي عاود اللي غادي نبدا منها، يعني هذه النقطه هذه هي اللي غتحدد ليا الخياطة في هذا الجزء هذا. ثبتوا بهذا الشكل، ونعاودوا نخيطوا هنا. ابتداء من هذه النقطة، من البداية لهنا، ما نديروهمش مفاوتين، يعني نفس النقطة ننطلقوا منها. نحيدوا هاد الزوائد، معنا ما نديرو بهم أي شيء زائد من طبيعة الحال نحيدو. الآن كيفية خياطة الأكتاف بطريقة صحيحة، ناخدو الكتف على الكتف، لاحظوا يعني هاد الجزء الخلفي يكون بين هذا يكون هنا، والكتف الخلفي يكون بيناتهم هذا خلف هذا. من بعد ما خيطنا نرجعوا هذه الجوانب اللي هنا، لاحظوا غادي يصبح عندنا حتى الداخل مبقى حتى الداخل مشطب، يعني من الداخل والخارج كلشي، هذا الداخل هو حتى الخارج. الان نقادو هنا ونعاودوا الخياطه، اما نشدو هذا الجزء هذا مع هذا للداخل ونخيطوه من الداخل، او اننا ندفنو هنا نعاودوا الخياطه فوق منه. عندنا كامل الاختيار، اما نمشيو بهذا الشكل هذا ناخذ هذا مع هذا ونخيطوهم مع بعضياتهم، او اننا نتنيو هذا بهذا الشكل. ثبتوا حتى هنا بغينا نعاودوا على 0.1 نعاودوا، وهنا نفس الشيء نجيو من الخلف ونخيطوا فوق منه باش يتخيط حتى الجزء الداخلي اللي عجبنا. الجزء الخلفي بغيتم هو الاول اللي تقادوه، بغيتو تقادوه بالبيي، بغيتو انا فقط تنيت واحد سنتيمتر وخيطته او 0.7 لان الثوب مساعد ما تنسلش. بغيتو تعملوا له تغشيه بحال هذه عملوه منذ البدايه وعاد قوموا بهذه الاجراءات. الى بغيتو تعملوا له تغشيه بحال هذا ما عليكم الا طلبوه في التعليق، وان شاء الله غادي نعملها لكم بالتفصيل الممل. الكم غتعملوا الكم المعتمد عندكم، انا تنعمل هذا الكم هذا، تيجيني ساهل بالزربة تيخرج. نتني ثوب على 4، نزل من هنا لهنا 8 سنتيمتر، نحط بهذا الشكل هذا، نطلع هذا واحد شويه، يعني نقادد قبه، هذا يجي هنا ونقادد القبه ديالي. كيف غادي تشوف دائما هنا تناخذوا بهذا الشكل وتمشيو بكامل البساطة. ها هو الكم ديالنا، غناخد هذا بالكامل باش نعمل غير
كميين بحال هكا. هنا غادي ناخذ 20 سنتيمتر، نمشي واحد شويه بشكل دائري. بغيتو بهذا الشكل هذا نحدد هذا الجزء، نفتح نكرونطي هنا واحد شويه الأقمام ديالي واجدة. الجزء الأكبر هو الظهر والجزء الأصغر هو الأمام. نتني الأسفل هنا بهذا الشكل أو أكثر، مثلا ناخذ هاد 3 سنتيمتر وندير مطاط ونخيط وأنا سنجبد في الجهتين. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى انه يكون نال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم. اي سؤال ضعوها اسفل الفيديو، فخلال 24 ساعه ان شاء الله نجاوبكم عليه. الى عندكم اي طلب اخر ما عليكم الا تقولوه ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش اللايك، الاشتراك، التعليق، نشروا الفيديو ديالي للاستفاده الجماعيه. تواصلوا معي عبر جروب الفيسبوك خياطه سهله مع مونيا، تابوناو ليا الانستغرام وهو كوتور اي باساب. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته، السلام عليكم.